الحلم أصبح حقيقة. نعم، الجزائر بطلة إفريقيا. الجمهور الذي غزا ملعب 5 جويليا صنع أجواء خيالية طيلة أطوار المباراة، لكن بمجرد إعلان الحكم نهاية المباراة انفجر الملعب فرحة بمعانقة التاج الإفريقي الغائب عن أحضان الكرة الجزائرية لمدة 29 عاماً. ماذا بينا نفرحوا كاع باسكو شغل انا جامي شفت كوب دافريك، جامي شفت فينال كوب دافريك. واش راك سكور تاع اليوم؟ ما نقدر نقول لك والو، راني بالبوله. السلام عليكم، ان شاء الله نكونوا في الخير على ليكيب ناسيونال، وكيما قلت في الكليب نربحوهم كاع. يعطيهم الصحه كاع لي فامي والعائلات اللي جاو لهنا اليوم، شفنا قريب الامبيونس، ان شاء الله تكون تكمل هذه الفرحه ان شاء الله بفوز. قبل بداية المباراة تفاؤل كبير ميز المناصرين بالتتويج بكأس أمم إفريقيا، لكن مع اقتراب صافرة البداية الكل حبس أنفاسه واشتدت أعصابه، وحتى هدف بنجاح المبكر وانفجر المدرجات، إلا أنه أبقى حالة الترقب والتخوف الممزوجين بالأمل. البداية ما نكذبش عليك ما كناش نستناو فيها، طنهنا مع الأول، شغل كي ضربت في ديفونسور حتى هو تلفت له، حتى دخلت والحمد لله راهي كاين بركة إن شاء الله. سيرتو كي ماركا البرومي بيت بنجاح فرحنا بزاف، ودوكا كانوا يلعبوا ديفونس سي با ما فهمتش، مي يعني حسب لما يلعبوا ديفونس، مي لا لا كوب ندوها إن شاء الله. صافا سيدي شاليغو بزاف قلبي حبس يا خويا، اللي كانت ميلت الأخرانيين حبيت نموت. الجزائر تتوج بالكان، وأشبال بالماضي يوثقون تاريخ الرياضة الجزائرية بكتابة فصل من فصول المجد الكروي، ويطلقون العنان للأفراح ليالي وأيام. مبروك علينا، وهذه جات ماشي جات سهلة، جات بالعرق جبينهم وتبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وفرحوا كاع الشعب تاع الجزائر. مبروك على كاع البيبل الجزائري. مبروك علينا والحمد لله كي ربحنا وربي يفرحنا والحمد لله والله يبقى يستر علينا.